مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. مساء الخير يا وطن من وطن. جولة إخبارية جديدة من برنامج مساء الخير يا وطن، سأقدمها لكم إيمان حامد، وسيرافقنا من الهندسة الإذاعية والتلفزيونية عبدالله الخطيب، ومن الإخراج خالد جاسو. جولتنا لهذا المساء ستبحث في أهم وأبرز الأخبار المحلية العربية والدولية. وفي البداية دعونا نتوقف مع أبرز العناوين. لبحث التصعيد بالأقصى انطلاق الاجتماع الطارئ للجمعية الوزارية العربية. محكمة الاحتلال تستجيب للالتماس حول تقليص عدد المسيحيين المشاركين في سبت النور. إدارة سجن ريمون تنقل الأسير أبو علي من مدينة يطا إلى مستشفى سوروكا. ودولياً، وزارة الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال 3 عملاء لجهاز الموساد الإسرائيلي. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلاً بكم. أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 762 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى صباح اليوم وأدوا طقوساً تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد، فيما تصدى المرابطون والمرابطات لهم. يشار إلى أن قرابة 3000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في الأيام الماضية بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال. وقد أعدت قوات الاحتلال هذه الأيام على المصلين والمعتكفين في باحات الأقصى واعتدت عليهم وأصابت عددا منهم. عقدت لجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس اجتماعا طارئا في العاصمة الأردنية عمان، وينعقد الاجتماع بدعوة من الأردن التي ترأس اللجنة لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، وسبل وقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة التهدئة الشاملة.
جدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي دعوة الحزب للقيادة الفلسطينية بعدم استقبال ولقاء وفد الإدارة الأمريكية الزائر للأراضي الفلسطينية. وأكد الصالحي في تصريح صحفي وصل وطن نسخة عنه على رفض المنطق السياسي للإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال القائم على تأجيل الحقيقة إلغاء البحث السياسي في حل القضية الفلسطينية، وحصر ذلك فيما يسمى بوقف التصعيد والتهدئة وتحسين ظروف المعيشة. وشدد على أن اللقاءات الفلسطينية مع الأمريكيين والإسرائيليين تستغل لتكريس ذلك، وهي تمثل اجتماع أو إجماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مضيفا: نحن نرفض اللقاءات على هذه القاعدة ونتمسك بتطبيق قرارات الإجماع والمجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية. في أخبار الحركة الأسيرة، أكد نادي الأسير أن إدارة سجن ريمون نقلت الأسير أحمد أبو علي من مدينة يطا إلى مستشفى سوروكا الإسرائيلي بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي، وذلك في وقت متأخر من الليلة الماضية، وحتى الآن لا تتوفر معلومات تفصيلية حول حالته الصحية. وذكر نادي الأسير أن الأسير أبو علي واحد من بين الأسرى المرضى في سجون الاحتلال ويعاني من مشاكل صحية عديدة، وكان قد خضع العام الماضي عملية قسطرة في القلب. إلى ذلك، يواصل الأسير خليل العواودي 40 عاما من قرية إذنا بالخليل إضرابا عن الطعام لليوم 49 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، وكان قد بدأ الأسير إضرابه في 3 من الشهر الماضي رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري التعسفي بدون أن توجه له محكمة الاحتلال أي تهمة. ويعاني العواودي من عدم القدرة على الحركة المتواصلة، بالإضافة إلى أنه مصاب بمرض الغضاريف في الرقبة والظهر منذ حوالي 5 سنوات، وبحاجة لإجراء عملية وعلاج طبيعي. جدد رئيس الوزراء الدكتور محمد الشتيه مطالبة المجتمع الدولي بكسر المعايير المزدوجة في التعامل مع القانون الدولي وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني مع استمرار العدوان عليه ومصادرة حقوقه المشروعة. وأدان الشتيه التصعيد الممنهج لدولة الاحتلال في القدس وقطاع غزة، مؤكدا أن إرهاب الدولة المنظم وفائد القوة العمياء لن يفلح في ثني شعبنا عن مواصلة نضاله لتحرير أرضه ونيل حريته وإقامة دولة المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. قبلت محكمة الاحتلال العليا في القدس التماسا ضد وزير ما يسمى بالأمن الداخلي ومفتش شرطة الاحتلال في القدس لوضعهما قيودا على أعداد المشاركين في احتفالات سبت النور في كنيسة القيامة بالقدس المحتلة. حول هذا الموضوع معنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس سيادة المطران عطالله حنا. أهلا ومرحبا بك عبر وطن. شكرا جزيلا لكم. أهلا بك. يعني بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية كانت أرسلت برسالة رسمية إلى شرطة الاحتلال يوم أمس ترفض من خلالها فرض القيود على أعداد المحتفلين بسبت النور في كنيسة القيامة. بداية، لو توضح لنا ما هي القيود التي رفعتها تحديدا، أي بمعنى العدد الآن المسموح به بدخوله للكنيسة للمشاركة في الاحتفالات بسبت النور؟ شكرا جزيلا لكم. نود أولا أن نوجه تهنئتنا لكل المحتفلين بعيد القيامة يوم الأحد القادم. ويوم السبت هو سبت النور، هو السبت العظيم المقدس، وغدا الجمعة هي الجمعة العظيمة، وكل هذه المناسبات وهذه الأعياد هي مرتبطة بالقدس، ذلك لأن كنيسة القيامة موجودة في القدس، وهي التي تعتبر من أهم المعالم والأماكن المقدسة في المسيحية. وبالتالي أن يمنع وأن تكون هنالك تقييدات على وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في عيد القيامة، هذا أمر مرفوض من قبلنا جملة وتفصيلا. لا يمكننا على الإطلاق أن نقبل بإجراءات من هذا النوع. ليس من صلاحيات أي جهة
إسرائيلية أن تبت في قضية لها علاقة بالمقدسات ولها علاقة بحرية العبادة ولها علاقة بكنيسة القيامة أو غيرها أيضا من المقدسات الإسلامية والمسيحية. مدينة القدس هي مدينة محتلة، ولا نعترف ولا نتعاطى بأي إجراءات أو أي قرارات إسرائيلية لها علاقة بكنيسة القيامة. كنيسة القيامة هنالك جهات كنسية مسؤولة عنها ومشرفة عليها، والمسيحيين المحتفلين بعيد القيامة يجب أن يتمتعوا بحرية الوصول إلى كنيسة القيامة. يعني تصوري أن هنالك المسيحيين الفلسطينيين، وهنالك أيضا من سيأتون من مختلف المناطق، وهنالك الحجاج والزوار، يعني تصوري أن هؤلاء قد يمنعون من الوصول إلى كنيسة القيامة. هذه إجراءات تعسفية، إجراءات ظالمة، لا يمكن قبولها وتبريرها بأي شكل من الأشكال. نعم، إذن الاحتلال الآن يستهدف المقدسيين ومقدساتهم، بدأ بالتصعيد على المسجد الأقصى، الآن هناك محاولات بجر التصعيد للمقدسات المسيحية بعد أن طالت الإسلامية. برأيك هل فعلا سيتم تطبيق هذا القرار على أرض الواقع؟ وفي حال عدم تطبيقه، التبعات التي ستحصل ولأنها ستجر الأوضاع في المنطقة؟ القدس كلها مستهدفة، سواء كانت المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة أو المسيحيين أو المسلمين أو الأحياء المقدسية كلها. وردنا على ذلك هو مزيد من الصمود، مزيد من الوحدة، مزيد من الرباط والتشبث بحقوقنا وانتمائنا لهذه المدينة المقدسة. لن نستسلم للإجراءات التعسفية الظالمة المتخذة، سواء كان هذا فيما يتعلق بالمسجد الأقصى أو كنيسة القيامة. القيامة والأقصى في القدس توأمان لا ينفصلان، ونحن نرفض هذه الإجراءات، ولن تزيدنا إلا صمودا ورباطا وتشبثا بحقوقنا وانتمائنا لهذه الأرض. نعم، إذا عدا عن سبل الرباط والوحدة في القدس بشكل عام، برأيك يا سيادة المطران، كيف بالإمكان التصدي لكل سياسة الاحتلال المسعورة على المقدسات وعلى الكل الفلسطيني بجميع طوائفه المسلمة والمسيحية، خاصة في فترة الأعياد والمناسبات؟ طبعا هنالك رسالة نوجهها أولا لشعبنا الفلسطيني. نعم. بضرورة العمل على إنهاء الانقسامات وتوحيد الصفوف، ورسالتنا أيضا إلى أمتنا العربية بضرورة أن يكون هنالك الاهتمام المطلوب بالقضية الفلسطينية وبما يحدث في مدينة القدس بشكل خاص. نداءنا نوجهه إلى كل المسيحيين وإلى كل المسلمين بضرورة أن يعني يكونوا مع القدس. عندما يدافعوا عن القدس يدافعوا عن أنفسهم وعن تاريخهم وتراثهم وإيمانهم، وبالتالي القدس هي أمانة في أعناقنا، القدس هي أمانة في أعناقنا، ويجب أن ندافع عنها وأن نبقى مدافعين عنها، ولن نتخلى عن واجبنا الإنساني والروحي والوطني تجاه القدس. نشكركم على جهودكم، وأشكرك على مشاركتك وعلى كل هذه التفاصيل. رئيس أساقفة سيباستيا الروم للأرثوذكس سيادة المطران عطلة حنا، شكرا جزيلا لك. ومتابعة لأخبارنا المحلية، أغلق مستوطنون اليوم الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية أمام المواطنين وسط أعمال عربدة واستفزاز. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن مجموعة من المستوطنين أغلقت الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس قرب مفرق بلدة جيت وسط استهداف ومنع للمواطنين من التنقل. وأضاف أن هناك تصاعدا في اعتداءات المستوطنين واستهدافهم للمواطنين وممتلكاتهم، إضافة للاقتحامات المتكررة للبلدات والقرى الفلسطينية.
شارك المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والمدافعين عن حق شعبنا في الحرية والاستقلال في تظاهرة حاشدة في حي منهاتن بمدينة نيويورك للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا خاصة في شهر رمضان المبارك. وانطلق المشاركون في المظاهرة من أمام قنصلية الاحتلال في المدينة واحتشدوا أمام مقر البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة لتعبير عن رفضهم للقمع الوحشي الذي تقوم به سلطات الاحتلال بحق شعبنا. وحمل المشاركون العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بالاعتداءات والقمع المستمر للمصلين في المسجد وطالبوا بإنهاء النكبة المستمرة وتصاعد العنف الإسرائيلي بحق شعبنا وبضرورة حشد الدعم للأسرى والمطالبة بتحريرهم. خرجت مسيرة للمعلمين في مدينة الخليل للتأكيد على مطالبهم فيما يتعلق بحقوقهم المالية والوظيفية والمطالبة بتشكيل نقابة مستقلة خاصة بهم خارج إطار اتحاد المعلمين. وطالب المتظاهرون بتعديل قانون التقاعد وانتظام الرواتب وصرف المستحقات المتراكمة على الحكومة. ويخوض المعلمون إضرابا عن العمل منذ عدة أيام بشكل منفرد بعيدا عن الاتحاد العام للمعلمين للمطالبة بحقوقهم الوظيفية والنقابية. وزارة الخارجية رسالة عاجلة لدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع تطالبها بتحمل مسؤوليتها والسعي لاتخاذ إجراءات جادة لإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة والإعلانات السابقة لمؤتمرات الدول الأطراف في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الخارجية في رسالتها رفضها المطلق لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا ودعت لأن يتم إنهاء الاستثناء الذي تتمتع به إسرائيل إزاء التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولية. وطالبت الأطراف المتعاقدة السامية لاتفاقيات جنيف الأربعة بأن تخضع إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال للمساءلة الكلية بشأن كافة تجاوزاتها بحق شعبنا بما في ذلك مساءلتها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها مؤكدة أنه دون ذلك لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار. وزارة الصحة توقيع اتفاق ينهي كافة الفعاليات الاحتجاجية لنقابة التمريض والقبالة حالا. وذكرت الوزارة في بيان مقتضب لها أنه بناء على تكليف مجلس الوزراء لوزيرة الصحة دكتورة مي الكيلة اجتمع ممثلون عن الحكومة في مكتب الوزيرة في حضور نقيب نقابة التمريض وأعضاء من مجلس النقابة تم توقيع الاتفاق الذي ينهي كافة الفعاليات الاحتجاجية والعودة للعمل حالا. وذكرت النقابة على صفحتها في موقع الفيسبوك أنه بناء على الاتفاق الموقع فإنه تقرر وقف جميع الخطوات الاحتجاجية فورا وعلى جميع الممرضين الالتحاق بعملهم وسيكون هناك بيان تفصيلي. وكان هناك نقيب التمريض والقبالة سليمان تركمان قد صرح لوطن صباح اليوم بأنه سيتم اليوم عقد اجتماع بين النقابة والوزارة في حال تم الاتفاق مع الوزارة سيتم فك الإضراب. حقوقيون بضرورة توفير قاعدة بيانات لتوثيق الانتهاكات وتشكيل لجنة مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة قضايا النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون لمضايقات وانتهاكات لتعزيز الحقوق والحريات العامة. العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، هذا عنوان ورشة عمل عقدتها الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون في رام الله بحضور شخصيات من المجتمع المدني إلى جانب نشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان لبحث العلاقة بين الهيئة والأطراف المشاركة وسد الثغرات وسبل تعزيز الثقة بين المدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني. يعني احنا بنحاول دائما نكون في تواصل مع النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان اللي بطبيعه نشاطهم بيتعرضوا لمضايقات احيانا سواء من اجهزه رسميه او غير رسميه،
وبالتالي مهم جدا يكون في تشبيك دائما معهم، استماع إلى يعني مظالمهم، نكون دائما احنا متنبهين لطبيعة المخاطر اللي بتعرضوا لها، لأن دورنا احنا كمؤسسات حقوقية انه ندعمهم ونساعدهم ونقف معهم. وناقش المشاركون والنشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان قصور الدور المنوط بالمؤسسات الحقوقية والقضايا التي تبنتها تلك المؤسسات للدفاع عنها، متمثلة بحقوق النشطاء وتعرضهم للملاحقة والمضايقات والضغوطات الاجتماعية وانتهاك حقوقهم نتيجة نشاطهم المجتمعي. الأمل أن يتوج هذا اللقاء بإطار جامع لهذه الفئات المختلفة حتى تكون نقطة قوة أو إطار قوي للدفاع عن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وأيضا تعزيز الحق في تطوير آليات المدافعين عن حقوق الإنسان. ذلك الوعي وتشكيل عمليا غرفة عمليات أو دعيني أقول يعني هيئة طارئة، هذا جدا مهم. هذا يتطلب العمل المشترك والنضال من أجل عمليا تجديد الشرعيات المهترئة من خلال عمليات انتخابية لمجلس وطني ومجلس تشريعي، وعمليا احترام القانون واحترام سيادة القانون، هذا ما يريد المواطن والمواطنة الفلسطينية. وأوصى المشاركون بضرورة توفير قاعدة بيانات لتوثيق الانتهاكات وتشكيل لجنة مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة هذه القضايا والانتهاكات وضرورة العمل لتعزيز الحقوق والحريات العامة. لشبكة وطن الإعلامية، فرح الزحالقة، رام الله. عثر على جثة الشاب مياس خطيب في منطقة مفتوحة شمالي مدينة الطيرة في الداخل المحتلة، وكانت محكمة الصلح قد مددت اعتقال شقيقين من الطيرة بشبهة ضلوعهما في اختطاف خطيب، ونفى الشقيقان ما نسبت الشرطة إليهما من شبهات قائلان إنه لا علاقة لهما بهذا الحادث. إلى ذلك أصيب مواطن من الضفة المحتلة بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه للطعن خلال شجار في قرية كفر قرع بالداخل المحتلة. وفقا لشرطة الاحتلال فإن الشجار نشب بين المصاب وشاب من سكان كفر قرع بسبب خلاف عمل، وقام المشتبه به بطعن الضحية وإصابته بجراح خطيرة نقل على إثرها إلى المشفى. أدى أبناء الطائفة السامرية حج الفصح على قمة جبل جرزيم في مدينة نابلس، ويأتي الحج في آخر أيام العيد الذي يستمر لسبعة أيام ويمثل خروج بني إسرائيل من أرض مصر، وتختتم طقوس العيد بالحج الكبير إلى أعلى قمة جبل جرزيم الموقع المقدس للطائفة السامرية. ويحج السامريون على قمة جبل جرزيم ثلاث مرات سنويا خلال أعياد الفصح والحصاد والعرش. وإلى الأخبار الدولية، حيث أمرت الشرطة الأمريكية بإخلاء مبنى الكونغرس بسبب طائرة تشكل تهديدا محتملا، وأوضحت الشرطة أن إخلاء مجمع الكونغرس هذا المساء كان لمزيد من الحذر ليس أكثر. وقالت شرطة مجمع الكونغرس الأمريكي أنه لا يوجد تهديد للمجمع الموجود في العاصمة واشنطن، وذلك بعد دقائق من إصدار بيان ذكرت فيه أنها تتعقب طائرة تشكل تهديدا محتملا، وأضافت أنه لا يوجد تهديد في المجمع وسيوفي المواطنين بمزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أنه يجري تجهيز المباني لعودة العاملين مجددا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على مدينة ماريوبل الأوكرانية بعد حصارها لأيام طويلة. وقالت الوزارة إن الوزير أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسيطرة على المدينة المطلة على بحر أزوف. بدوره وصف الرئيس الروسي سيطرة قواته على المدينة بأنها نجاح، كما أمر بمحاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين بدلا من اقتحام مواقع صناعية حيث يتحصنون. وقال بوتين لوزير الدفاع إن نهاية عمل تحرير ماريوبل
النجاح، وأبلغه أن اقتحام موقع غير مناسب ومن الضروري محاصرة المنطقة بطريقة لا تسمح بمرور ذبابة واحدة. وأمر بوتين الجيش الروسي بإلغاء خطط اقتحام مصنع أزوفستال في مدينة ماريوبل الساحلية الأوكرانية، وقال إنه يريد استمرار حصارها بشكل آمن بدلا من ذلك. وكانت أعلنت هيئة الأركان العامة في أوكرانيا أن القوات الروسية تواصل هجومها في شرقي البلاد بهدف بسط السيطرة الكاملة على منطقتين في المدينة، فيما غادرت 4 حافلات لإجلاء مدنيين في ماريوبل جنوب شرقي أوكرانيا. وفي آخر أخبار جولتنا لهذا المساء، حيث أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال 3 عملاء لجهاز الموساد الإسرائيلي وفق ما ذكرته وكالة فارس للأنباء. ونقلت الوكالة شبه الحكومية عن مصادر أمنية أن المعتقلين متورطون في نشر معلومات ووثائق سرية، وتم اعتقالهم في محافظات جنوب شرقي إيران، ولم تحدد الوكالة جنسية المعتقلين 3. يأتي الإعلان عن اعتقال خلية الموساد بعد شهر من إحباط الحرس الثوري عملية تخريبية وصفها بالمعقدة كانت تستهدف منشآت نووية في آذار الماضي وفق التلفزيون الإيراني. يشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو عرض وثائق تخص البرنامج النووي الإيراني عام 2018، قائلا إنه تم الحصول عليها بعد عملية ناجحة للموساد، الأمر الذي نفاه المسؤولون الإيرانيون في ذلك الوقت، وقالوا إن الوثائق ملفقة ونفوا بشكل قاطع حدوث السرقة. يذكر أن مجلس الشؤون الدولية الروسي اتهم جهاز الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات الأمريكية CIA بتنفيذ مجموعة من العمليات الاستخباراتية الهجومية على مدى سنوات هدفها تقويض برنامج إيران النووي. إلى هنا نصل وإياكم متابعينا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من برنامج مساء الخير يا وطن. كنت معكم في الإعداد وتقديم إيمان حامد، ومن الهندسة الإذاعية عبدالله الخطيب، ومن الإخراج خالد نجاس. إلى أن نعود ونلتقي بكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، في أمان الله. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحة وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. في كفي قصبة زيتون وعلى كتفي نعشي.